ثم اثنين اللي يتعاودوا ديما تشوفين كيما فريق المرسى ولا كارتاج ولا اللي هو يعاودوه كوتيديانمون ويريقلوه، وثم اثنين ما يتمسوش جدا كيما اثنين هذيا، وثم اثنين جدد مثلا تمشي وتلقى حفله كامله تلقى كيس جديد مثلا كيما عين زهوان الشماليه معناها بحدا كارفور شيء زاد كيف تلقى حفره في الكياس كيس جديد تبيم ريقلو تلقى في وسطه حفره. دونك هنا الحاكم قاعد يصرف مش قاعد يصرف، مي اسكو قاعد ياخو سيفون اللي يصرفوا ولا ما يصرفوش، واسكو قاعدين المقاولين تبعوا في الكيت شارج صحيحه وقاعد وقاعده ثم بيناليتي ولا ما ثماش هذا هو البروبليم. يعني تصور انت تطلع معناتها معاك مراه كبيره تقول لك بالله عايش ولدي البلاصه الفلانيه تقول لها حاجه ولا كيس مكسر، مراه كبيره هي ما تنجمش تمشي وانت في نفس الوقت ما تنجمش تمشي فيها الكيس، يعني تحتار لا تنجم توصل لمراه كبيره ولا تنجم معناتها باش تريسكي بسياره كامله باش تدخل بها في القرب كيما كيس مزري على الاخر مش انا برك برتو تعرف شنو نعانيو ونعانيو يا خويا. احنا كي نخلصوا في 120 بنيات احنا نخلصوا اكثر منهم، شكون تو احنا نسالوهم اللي هم يسالونا الدوله تو؟ ابوسي هو حق وواجب، حق باش انا نقدمه ليه واجب زيادة، لكن في ميم تو يلزمني ياخذ حقي انا يتحصل على طريقي. من بعد ايش تضرب الكره باش تكون باش تخلص هذه الدوله ولا باش تخلص هذه وزاره التجهيز؟ اللي قاعد تعطيه قاعد يعاون في البلاد وقاعد يتصرف في الفايده يتصرف في بلاصته، معناها مش كونتر اللي انا قاعد مثلا ندفع في فينيات، ندفع في فينيات كيما العباد الكل تدفع وكيما يلزم تدفع. البروبليم اللي احنا قاعدين نساهموا في حاجه، دونك الفلوس اللي ساهمنا بهم هذايا اللي حصلناهم العباد الكل يلزموا يتصرفوا في بلاصتهم.